واحد بيقول ما معنى الآية التي تقول مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله؟ دي فكرتني بكتاب ألفه القديس إكليماندوس الإسكندري سانت كليمنت أوف ألكسندريا عن الرجل الغني الذي يخلص. لما سئل المسيح في هذا الموضوع قال انه ما بيتكلمش على كل الاغنياء انما على الاغنياء المعتمدين على اموالهم المتكلين على اموالهم او اللي بيعبدوا المال، زي ما مرة قال لا يستطيع احد ان يعبد سيدين الله والمال. فالغني اللي بيعبد المال بدر ربنا، والغني اللي بيتكل على المال وما بيتكلش على ربنا هما الاثنين اللي من الصعب دخولهم الملكوت. لكن احنا نعرف ان ابراهيم اب الاباء كان رجلا غنيا جدا، وايوب الصديق كان رجلا غنيا جدا، بل قيل انه كان اغنى اهل المشرق. ونعرف ان يوسف الرامي الذي كفن جسد المسيح كان رجلا غنيا. ونعرف ان في اغنياء كثيرين وهبوا بيوتهم انها تبقى كنايس. ونسمع في سفر اعمال الرسل ان اغنياء كثيرين كانوا بياخدوا اموالهم كلها ويضعوها تحت اقدام الرسل فيوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. فربنا مش بيتكلم على الغنى بصفة عامة. امال الكنائس دي اتبنت ازاي؟ ما هي من فلوس الاغنياء اللي دفعوها لبناء الكنائس. وفي تاريخنا الحديث ابراهيم الجوهري ياما كان بيدفع فلوس لبناء كنائس وترميمهم وأديرة وغير كده. فمش كل غني ما يقدرش يخش. الغني اللي يحب الفلوس صعب انه يخش ملكوت السماوات. ولذلك الكتاب اعطانا مثل عن الشاب الغني اللي راح للمسيح وطلب منه النصيحة كيف يخلص، فقال له اذهب بع كل اموالك واعطيها للفقراء وتعال اتبعني. فمضى حزينا لانه كان ذا اموال كثيرة. اهو ده غني لم يخلص. القديس الانبا انطونيوس اب الاباء كان غنيا، ولما سمع الاية دي في الكنيسة فعلا ذهب وباع كل ماله واعطاه الفقراء. فالغني اللي بيعطف على الفقراء، اللي بيخدم الكنيسة من ماله، اللي بيعمل مشروعات كويسة وله خدمة اجتماعية بالمال كويسة، واللي ما بيحبش المال ولا يتكل عليه ده ممكن يخلص.